يسجل أول الأهداف. وهلا مع النصر، النصر اعتمد تم إدخال جميع اللاعبين الأساسيين، شفنا يعني بتركيز كبير هناك، يعني عين على اللقب. بالتأكيد 100%، وخاصة بعد الخسارة الأخيرة من الوحدة في دور المحترفين ومن ثم المعسكر، لابد أن يدخل النصر هذه البطولة بصفة جدية، لا سيما أنه لم يحقق هذه البطولة منذ سنوات طويلة جدا، وخاصة بالمسمى الجديد. هو كالعادة ومثل ما أشرتي في المباراة الأولى هناك فارق إمكانيات، لكن اليوم بالنسبة للنصر اللي الجدية واضح جدا انه مستوى وجديه وتركيز وكل شيء، ولا يكتفي بهدف او هدفين. امام كابتن سامي، هو امام البكريه اللي بيمتلك اقوى هجوم في دوري الدرجه الاولى، والبكريه حاول في الشوط الاول انه يحافظ على شباكه نظيفه، لكن حال دون ذلك الموضوع. صح، في هاي المباريات، في مباراه الكؤوس، الجانب البدني يفرق، الجانب القتالي يفرق، لذلك كان هناك خوف من البكيرية أنه أحد الفرق المؤهلة أنه تنضم إلى المحترفين، فكان هناك إشراك التشكيلة الأساسية كاملة بالنسبة للنصر، وأيضا القلق المدرب وتوجيهاته، وأيضا حرص اللاعبين على أنه يلعبون مباراة كأنه يعني مباراة أمام أحد الفرق الصدارة.